باش نعطيك تصريح قالته زميلتك ليلى الجوادي، كتبته على البروفيل نتاعها هي كلكو جور، قالت الكلام هذايا بالضبط، قالت كيما وعدتكم باش نبدا نفضح في عناصر القواده والتشويه في قسم الاخبار، وباش نبدا اليوم بزميمهم اللي حب يوصل انه القسم الكل فوضى ويحب نقولوا احنا يصفي عناصر معينه يعرف اللي هي تقلق، خاطر يلزم كبار الحومة تموت باش نجموا نقيموا فيها لذان. هذا كلامها هو. المدعو فا ما نعرفش كون تقصد كان ديما يهدد في أساليبه متاع قبل متاع الضرب تحت الحزام، وقالت برشا كلام آخر، وفي الأخر قالت مازلت باش نزيد نفضح برشا أسماء، ونقولوا احنا يعني ملخص حديثها كانوا فما كثير والعديد وبرشا برشا برشا مشاكل داخل قسم الأخبار. شنو حسب رأيك أنت وأنت رئيس نشرة، شنية مشاكل قسم الأخبار اللي تخلي صحفية كما ليلى الجوادي تحط في بروفيلها في الفيسبوك ستاتيو كيما هذا؟ والله أنا أولا نحترم آراء الزملاء، فهمت يعني هذه آراء شخصية. ثانيا قسم أخبار فيه 60 شخص تقريبا وأوبن سبيس. شكون تقصد هي؟ ما نعرفش، ما نعرفش كنت قصد، ما نعرفش بيه. دونك قسم أخبار أوبن سبيس يعني في نظام مفتوح متاع عمل، أكيد مش تصير مشاحنات، ومشاحنات يومية بحكم الاحتكاك بحكم التنافس وبحكم يعني ثم علاقات شخصية زادة من نوعا ما متوترة، علاقات شخصية بين زملاء شخصية، علاقات شخصية مش مهنية. قالت حتى في ستاتيو نتاعها للجماعة اللي يسرقوا في البنوات من السيكان ويسرقوا في درشنية، فما سرقة تصير في قسم الأخبار بين الزملاء. أنا من هذا اللي حسب اللي كتبته ليلى الجوادي. أنا نحترم اللي ربما آراء الزملاء، لكن ما نجمش نجاوبك على الموضوع هذايا باعتباره أنه مثلا مش بالنسبة لي حتى معطى واضح. صحيح موجود هذا، ما ننكروش أنه ثم إشكاليات بين الزملاء، ومش كل الزملاء، ثم إشكاليات، ثم كما قلت لك يعني الاحتكاك يولد بعض التنافس، بعض الإنسان ناس تحب تبرز ونحب، وهذا حق مشروع. لكن في نهاية الأمر يلزمنا احنا نتغلبوا على الإشكاليات الداخلية هذه، وإذا كان نحب نطوروا النشرة الإخبارية متاعنا يلزمنا نصفيه الأجواء. واضح واضح.